لك الأجر يا مولاي يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، عظم الله لكم الأجر أئمة الهدى. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، أيها المعزى في هذا اليوم، كأني بك هذا اليوم مع المعزين والباكين واللاطمين تنادي وجدا، أيوا حسينا يا هلالا غائبا عن كل عين وضياء ساطعا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات ما سمعت، قم ونادي يا لثارات، قم ونادي يا لثارات، فهو القائل فعلى الأطائب من آل محمد وغلي، فليبكي الباب الدموع وليندب النادبون، بعد شريد الإمام ويصرخ صارخون ويضج ويعج العاج، أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسين صالحون بغن صالح، وينهم يا مولا مجزرين على أرض كربلاء. السلام وجه سلام إخواني، بعد أفضل يوم توجه فيه سلام يوم عاشوراء، زيارة عاشوراء، هذا السلام مقطوع من جزء زيارة عاشوراء. السلام على الحسين وعلى علي، ما أقبل هذا السلام مرة ثانية، أرفع صوتك. السلام بارك الله بك وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، وصل سلامك وصل، وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا لكم الفداء فنفوز فوزا عظيما. الله هذا ابن النبي لشأنه جبريل حز المهد منه رضيع، اللي جبريل يصعد إلى السماء ويقول من مثلي وقد حززت مهد الحسين، الله ينزل فقط لا لشيء، فقط ليسكت الحسين عن بكاء. واليوم الشمر يقول من مثلي وأنا حززت رأس الحسين. الله هذا ابن النبي لشأنه جبريل غز المهد منه رضيع، يمسي بضاحية الغجير بكربلاء، ظمآن ظمآن
مطوي الحشاشة جوعا ويصير مائدة لساغبة الضبا والسمر تكره من حشاه نجيم عجبان عجبان لمن قد كان نورا محدقا بالعرش يمسي بالصعيب صري ومن ارتبى طفلا بحجر محمد حتى اغتدى وحي الإله رضيع اليوم وتعد أملاك السماء بقتله اليوم. هذا البيت مهم وله مكان وأثر عظيم. اليوم مات الأنبياء جميعا الوارث للأنبياء هو الحسين. اليوم قتلوا النبي اليوم قد قتلوا النبي وعاودوا الإسلام يبكي ثاكلا مفجوعا. عافية اليوم جردت السقيفة سيفها فغدا بها شباب من القلوب المحترقة. ها وصلنا إلى ساعة المصرع بعد صلاة الظهر قبيل صلاة العصر. اليوم جردت السقيفة سيفها فغدا به رأس الحسين قطيعا. اليوم من إسقاط فاطمة محسنا كل شيء اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين عن الجواد صريعا احنا اليوم نحشم الزهرة ونصيح بصوت واحد أفاطم لا خيلة الحسين موجد. شباب عيوني انتو قد ما تعو يا زهرة إذن للطه الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجن. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندب صاير نجوم السماء آوات بأرض فلات. الآن إخواني معجزة تحدث في كربلاء على الهواء مباشرة في قناة كربلاء وأنا رأيت هذه التربة بعيني في متحف الحسين. تربة خاصة من تحت نهر الحسين وضعت في المتحف زجاجي في قارورة زجاجية وهي تدور. الآن هذه الساعة الآن تبث على الشاشات تحولت إلى دم عبيد.
أي مخرفة، ولا من أجل يبكوا الناس. أنا شايفها بعيني، شايفها تربة خاصة حاطيها في زجاجة في المتحف. الآن إجوا أصحاب المتحف وهم يقرؤون المقتل الآن قبل سويعة، يقرؤون مقتل الحسين في الصحن الشريف، وإذا شوفوا تلك التربة كأنها قارورة أم سلمة. يا معطاها النبي مثل هالساعة إذا تحولت إلى دم عبيد، فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل. وإلى هاي القارورة اليوم تتحول تتجدد محاسن علينا. وإذا الزهرة تحضر المؤمنين يحضرون، والعالم يرى تربة الحسين تحولت إلى دم أحمر. كأني بالزهراء هذا اليوم تنادي، أني في الماتم والدم أعلم صيبتك وانعاك كل يوم. حسين 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 يا يا ابني يا ثمر قلبي يا مظلوم، والله يا رحت ومن الماء محروم. شباب حسين يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني. شو تقولي زهراء؟ نسمع شي عيون. تمنيت ان يمك واشوفك يا ولدي، تمنيت ان يمك يمك واشوفك يا ولدي، لحتى انا قلنا حرب دموعي وغاضي، وافرش لك بدال الترب يا ابن زنودي، وتتوسد اضلاعي بدل حر الوطية. هيا هيا هي وتتوسد اضلاعي هيا بدل حر الوطية. شو تقولي بعد اليوم زهرة؟ تقول جلباب يا ابن جلباب جلباب، اني لبست الحزن يا حسين جلباب، والله جلباب جلباب على مصابك كل مثل ما جرى مصاب. يا ابن اللي كسر ضلوعي بردة الباب، هو اللي سوى من دماغك شيبك اخضاب. يا ابن اللي عصرني عصرني ولا إلي غاب، هو اللي رفع راسك بالحراب يا وليدي. ونار الغدا تسعر ورا الباب، ترى حرقت لك بطف كربلا تناب. اي والله حرقت لك بطف كربلا يا تناب. اريدها تحييكم وانتو تحيوها رجاء في كل مآتمي بدأت هكذا، فاريد ابدأ معكم هكذا. هي تحييكم واريد نحييها تحية صح اخواني، ونحيي الحسين. تقول الف الف يا مرحبا بالجاي عناي، كنا متعنيين عناي، مكشف للصدر ويدوح وياي ويا إبراح. الشباب للصبح يعزون، إلى الصبح رايح بيتنا الساعة 2 ولا زالت الحناجر تصدح حسين حسين. إخواني والله أقسم أنا على منبر الحسين، أكثر اسم يرفع الليلة البارحة واليوم هو صوت واسم الحسين. أكثر اسم إلى السماء، آلاف إذا اجتمعوا في مأتم واحد وكلهم صاحوا حسين حسين، في كربلاء حسين، في كل مكان حسين. فصوت الحسين يدوي في السماوات من الجن من الإنس، ما أكو أحد في الدنيا إلا وتقشعر جلده للحسين، إلا من أبعد عن حب الحسين. وهنيئا لكم إخواني. أليف يا مرحبا بالجاي غناي، مكشف للصدر وينوح ويا
عيني على ابن الذي ما ذاق للماء ويلي ويلي اني برباعي سهرت ليلي والله برباعي سهرت ليلي كم تعبتني برباع والشمر في كربلاء يقطع لراسه من جفا اني سهرت ليلي وتعبت والله برباه والشمر في كربلاء يقطع لراسي من قفاه وهو الحسين يناديكم هذا اليوم شيعتي مهما شربتم واذبما ان مذكرون او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني جئت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. شنو جوابكم إخواني؟ يقول حاضر بنبكي. إيه كلنا بنبكي وكلنا حاضرين وإن شاء الله كل ما لدينا للحسين، لكن أهم شيء مو بس الكادر يخدم ولا الخطيب يخدم ولا العالم، كلنا خدام للزهراء وللحسين. ولذلك أريدك تصيح وياي ولطمة سريعة كم دقيقة ناخذ نجاوب الحسين والزهراء. جاوبني. خدام 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 كلنا خدام خدام كلنا الفاطمة خدام. شباب وينهم؟ كلنا الفاطمة خدام. إيه ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. خدام ما اسمع خدام شباب خدام كلنا الفاطمة خدام لا تخربط خدام كلنا الفاطمة خدام إيه وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغوبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. خدام شباب خدام كلكم خدام إن شاء الله ما خدام منه يتوقع بعد طه الرسول يهجمون الدار على البضع البتول تنسطر بضعة محمد من يقول هالجريمة حيرت كل العقول مكسور ظل عزيزته للموت صارت رحلته. خدام عيوني خدام كلنا الفاطمة ما كفى الأمة الضلع منها انكسار واسفى بعد فاطمة خدها انصفار بالفضاء جبريل دوى بالخبر راسب الحسنين بالسيف انطبر مطبور هام خلته للموت صارت رحلته. خدام وينهم خدام سمعني خدام عيني عالبقيع نشوف نيران الألم
البقيع نشوف نيران الألم وش كثر سبط النبي ساكن ظلام جبدة من سم اللعينة ما سلم جبدة من سم اللعينة ما سلم جبدة من سم اللعينة ما سلم هم بعد قبره عقب موت انهدم هم بعد قبره عقب موت انهدم مسموم تفتح حالته للموت صارت رحلته خده جاوب وين بالخدم وينهم دام كلمة الفاطمة كل مصيبة هانت بطول السنين كل مصيبة هانت بطول السنين من يمر ذكرى التصوف بالجبين من يمر ذكرى التصوف بالجبين لعنة الله على الشمر اللعين لعنة الله داس بن عاد وقطع راس الحسين لعنة الله كل مصيبة هانت بطول السنين كل مصيبة هانت بطول السنين من يمر ذكرى التصوف بالجبين من يمر ذكرى التصوف بالجبين لعنة الله على الشمر اللعين لعنة الله على الشمر اللعين لا سبع على وقطع راس الحسين مذبوح سلطة ونسوته للموت صارت رحلته وينهم عافية خدام كلمة الفاطمة خدام مرحبا بالخدام خدام كل مصيبة هانت بطول السنين كل مصيبة هانت بطول السنين من يمر ذكرى التصوف بالجبين من يمر ذكرى التصوف بالجبين لعنة الله على الشمر اللعين لعنة الله على الشمر اللعين لا سبع على وقطع راس الحسين لعنة الله داسبن على وقطع راس الحسين مذبوح سلبه ونسوته للموت صارت رحلته خده عافية ويلي والله ما ننساك يا ابو علي ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا تنسوه يصير تنسوه ابدا ما ننساه يلا جاوبوني ها خلنا نقرينا شويه بعدين نقرا المقتل يا حسين كلنا خطار للموت نبقى زوارك يا حسين شباب كلنا إلى الموت نصبح زوارك شباب ما سمع يا حسين كلنا خطارة للموت اسمع حبيبي جينا للطاف ان شاء الله في كربلاء قلوبنا جينا للطاف وعلى اعتابك نطيح وانت اعرف باللي يركض للضريح واللي يزحف يا لثارتك يصيح جميلة هالقصيدة اسمعني اعطيني وقت حبيبي جينا للطاف وعلى اعتابك نطيح وانت اعرف
باللي يزحف للضريح، وانت اعرف واللي يزحف ويا لثارتك يصيح. اسمع وجاوبني رجاء، والشوق يا خدني لصحنك وين زور بس ناخد ابنك، والشوق يا خدنا لصحنك وين زور بس ناخد ابنك، يا حسين عجل من انصارك ولا الموت نصبح زوارك، يا حسين كلنا خطر للموت نصبح شباب لا تخطر سمعني، يا حسين كلنا خطر للموت. هذا بيت مؤلم اخواتي، اريدكم تتألمون اكثر من الرجال بهذا البيت ان يخصكم. حين جينا واحنا للمرقد نزور، من مشينا شفنا زينب بالحضور. ما دام ما عندي زوار شقع عندي بالشعر خلينا نروح كمل. جميل هذا البيت مؤلم والله. حين جينا واحنا للمرقد نزور، من مشينا شفنا زينب بالحضور، بالسكينة تبجي لاجلك يا الغيور. ما اريد احد يسكت يقرا هاي البيت وياي مؤلم والله. وتصيح ويا المشاية وتشيل بيده الراس. مرة ثانية اقرأ البيت، صاحب الزمان يطلب. حين جانا واحنا للمرقد نزور، بس مشينا شفنا زينب بالحضور، بالسكينة تبجي لاجلك يا الغيور. شو تسوي زينب؟ وتصيح ويا المشاية وتشيل بيدها الراس. شباب وتشيل بيدها الراية، إلا الموت يا ابو علي وحدك نختارك، إلا الموت نبقى زوارك، يا حسين كلنا خطرك لا الموت نصبح زوارك. بعد وحده ناسيها مخليها، هالمسيا رد إلك ضعن السبا أبو علي بالرزية، تبكي لك يا ابن العبا بلا رقية وعلى قبرك نادي. وينها رقية؟ بآلام يتعب إحساسك بالشام ماتت يا مراسك، بآلام
يتعب احساسك بالشر بالشر ماتت يا راسك للموت ما تهدى نارك يا ريت نصبح زوار يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة رسالة وقف يمن الضريح وصي ومن عن من كل عين غمالة صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمور بن غالي عظم الله أجوركم أيها المؤمنون السامعون ففي مثل هذه الساعة الحسين بن علي وحيدا فريدا بعد صلاة الظهر بساعة تجدل وقتل جميع أصحابه وجميع أهل بيته فكان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكان يقف واعظا وناصحا ولا يفيد الوعظ والإرشاد ولعمري لقد تكلم الحسين ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أفصح لسانا منه ولكن قست القلوب فلم تمل هداية تعسم لذاتك القلوب القاسية ثم رجع إلى الخيمة يودع عياله وإذا بالرباب جاءت بالطفل الرضيع وأعطته إلى زينب مولاتي زينب خذوا رضيعكم يموت عندكم فلقد جف ثدي من اللبن الرباب تحمل طفلا لسانه مدلوع على صدره العطاش ما خلى قطرة لبن في صدر الرباب الرضيع من العطش غارت عيونه وصوت غاب الرباب تصيح يا زينب إذا عدكم لبن شوفي عبد الله قبالي صاير قماطه كفن والله ما ظنيت يا زينب يدور ابن الزمن ويترك العدوان بالأطفال تفجعنا بمصا روحي يا حسين يا زينب أني ما أقدر أروح محتمل يا هاشمية تزيد لجروح مجروح بل جتي شوف أبو وترد لأولادي الروح والأبو يتسلى عن عبد الله من فقد الشباب شالت العمة وراحت للأخو تمشي بعجل نادت يا أبو علي تدرك رضيعك بالعجل جيب له قطرة مية قبل ما يحين الأجل حاولت عاتب أعدانا بل جتي في العتاب أخذه الحسين جاء إلى المعركة وقد غطاه بردائه فقال أيها الناس قتلتم شباني ورجالي ولم يبق معي إلا هذا الطفل الرضيع إن عاش لا يضركم وإن مات طولبتم بدمه فإن خفتم أن أشرب من هذا الماء فخذوه واسقوه بأيديكم فدعا في القوم يا أهل الله من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الغادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين وحسين 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 عجلوا نحوي بماء أصده
أشام من أوام بالتراب وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكريم السهام، وإذا بالطفل قد خرى صريحا من يده وحسى. وحسين وحسين اختلف القوم فيما بينهم، قال البعض اسكوا فإنه رضيع لا ذنب له، قال آخرون لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية. فقال اللعين عمر بن سعد أين حرملة؟ قال بلى. قال اقطع نزاع القوم، ما أصنع؟ أسقي الرضيع ماء؟ قال ويحك، ألا تنظر إلى رقبته تلمع على صدر والده كأنها إبريق فضة. سمعت من السيد الصافي حفظه الله الخطيب البارع يقول قبل 40 سنة كانوا يعملون في بغداد تمثيلية مقتل الحسين، جاءت أم النصرانية بولدها النصراني، قالت خذوا ولدي يمثل معكم هذه الواقعة. قالوا لقد اكتفينا. قالت لا بد أن تأخذوا معكم، فأخذوه لأنهم وضعوا فرقتين ضد الحسين، فقالوا له أنت فقط أوقف هنا، إذا ركب الناس فاركض معهم، وإذا شهروا سيوفهم فاشهر سيفك، هذا دورك فقط. يقول فلما صار يوم الواقعة وافترق الناس والحسين يحمل الرضيع والصفوف واقفون ينظرون وهو يقول اسقوه فإنه عطشان، ما رأوا هذا النصراني إلا بابا يأتي بقدح من الماء وهو يقول اسقوه اسقوه. لا شعوريا راح يركض جاب ماي، قال لا 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 تخلوا طفل هذا، اسقوه ماي اسقوه ماي. أخذ ماي وراح إلى الحسين قال اسقيه ماي لا يموت الطفل. عظم الله أجوركم فسدد حرملة سهما ناحية الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد. أين المنادي وحسينة؟ صاح صاح صاح. أين المنادي ورضيعه؟ ويلي ويلي ويلي. يقول إمامكم الصادق فيما يروون كان رضيع جدي الحسين مقمطا، فلما أحس بحرارة السام قطم القمامة وصار يرفرف على رقبة والده كالتبن. الطفل بيد لما مصاب تبن حر الحديد، والله صاحوا لو على زند حسين جيد والدم تشخب من وريد. تلاقى حسين دم الطفل بيد. وينهم المعزين؟ وينهم اليوم؟ وين اصواتكم شباب؟ ادري تعبانين، ما انتوا اتعب منا والله، من اول محرم احنا نخدمكم وانتوا ايضا خدام اخواني، كنا صوت واحد. ها تلاقى حسين دم الطفل بيد، اش حاله تضحي بحجره ولد السالي وترس جفة من ورد ودب السماء ولنقع ما خط على خد الطفل سالت دمعته، شقول العمته شيعتذر اخته، والله شقول العمته شيعتذر لاخته. غطاه تحت ردائه رجع الى المخيم
استقبلته العزيزة سكين عطشان على الباب. أبا أسقيت أخي ماء وجئتني ببقيت عطشانة يا أبوي بسرعة سقيني قبل لا يجون الأطفال. رفع الستار والعباء عن أخيه فرأت أخاه مذبوحا من الوريد. خليصة خليصة هي والرباب شلون كانوا يحبون الرضيع شلون يشبه الحسين الرضيع. ها تقل أبوي أبوي الطفل للما يخذت ومن العدى مذبوح جبت شنو الذنب خويا العملته والما يحاضر ما شربته ولسانك على الصدر يا اكدل يا عتاه. مدت ايدها كتير سكينة قالت بويا الطفل عني تغطي ترى ما اقدر اني بالعين اصد لي اشوف الندب حماد رجلي اني هاي خفت منه طحت به يا ابو. صاحت بويا الطفل بالله تجيبه من الماي جنة شحنة صيبة بالله ربابة يا غريبة ابنك قبل غود نحيبة. أخذت الرضيع دخلت جئنا النسوة يلا قوموا الحسين سقل سكينا الماء تفاررنا النساء ما وصلنا إلا الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد. سمعت الأم الحنونة جاءت تشق الصفوف تظن بأنها سترى ولدها يلاعب بيده ما وصلت الأم إلا قماط الولد دماء حمراء والسهم في رقبته. تقل لي يا ابني ما ظنيت يا ابني تعود مذبوح يا ابني يا عبد الله يا بعد العقل والروح ست اشهر بعد يا ما كمل عمرك يا دنب الجنات وينقطع نحرك. اخذه الحسين حفر له حفيرة وراء الخيام ودفن ثم مضى للمعركة وصلنا الى المصرع هذه ساعة المصرع. الان جاء ينادي حبيبي حبيب بني علي ابن اخي قاسم اخي عباس هلال زغير نافع مالي اناديكم فلا تجيبوا وادعوكم فلا تردون يكسر الخاطر وعلي لا نصير ولا محامي. وقف يحشمهم واذا به ارتفع نحيبه من امس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا نذر علي نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأذبحن إلى الرحمن قربانا. سمعت ذيك العزيزة زينب أخي من تنادي هؤلاء فرق بين أجسادهم ورؤوسهم. قال أخي أريد منهم رجلا غيور يقدم لي فرس مليتي. قالت شنو مرأة هذه شنو مرأة زينب قر عينا مضت إلى الفرس جاءت تقوده بيدها سلمته في يد الحزام. أخي هل رأيت أخسن أختنا أقسى قلبا من أختك زينب تقدم لأخيها فرس البنية. أخي وهل رأيت أخا كأخيك الحسين قتلت رجاله أصحابه أولاده
وبقي وحيدا فريدا تنادي يا اخويا وما لك معي ورجالك على الغابرة مطا. ثم أن الحسين دخل على خيمة زين العابدين وجمعت زينب كل البنيات والنساء صار يوصيهن ويوصي الإمام بهن قائلا أطعنا قوله لا تعصينا قوله الله حافظكم من ريب الزمان. ثم قال بني علي سكت صيحتهن نشف دمعتهن ثم انحنى يساره قال بني علي وأبلغ شيعتي عن السلام ما هو جوابكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين. وخيم لي لا أرى أختي ابنتي سكينة قال هي في الخيمة. قام الحسين جلس عندها مسح بيده على راسها تقل أبوي أبوي يقول لا تخفي علي هذه راحتك لو بغت ويلي بوي وحق الاحلى فدايا فدايا يا اتخذنا يا عزيز الروح ويا اغذى بني في امان الله بني لن تريني بعد اليوم بني سكينة صحات يا ولدي والله عظيم اصير من زغريتي. ودعها صار يودع العيال تعلقنا بأدياله والحسين على الفرس هذه تنادي ارحم غربتنا تلك تنادينا تضيعنا ثالث ردنا إلى حرم جدنا. صارت زينب تجذب الأطفال من بين يديه والحسين يقول في أمان الله. قالت أخي في دعة الله حاول المشي دخلت بسرعة إلى خيمتها لبست ثياب أمها تعصبت بعصابتها صاحت أخي قفلي قليلا نظر إلى ورائه وإذا هي صورة الزهرة وشخصها ونورها يقل غزين بزين بزدي أحزاني علي والله زدي أحزاني علي تذكريني بأمي فاطمة الزهرة الزكية يا ليت امي زينب تشوف الصرفي انا يا زينب بعد ساعة ذبيح الغايا الغامضرية. دخل معنا الى الخيمة اخي اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. كشف لها عن صدره وعن نحر حمت مولاتنا تقبل الصدر الشريف. اخواني هذا الموضع قبله رسول الله قبله امير المؤمنين قبلته الزهراء قبله الحسن لكن بعد ساعة من الان زينب ستقبل موضعا لم يقبله لا نبي ولا رسول ولا امام ولا ام. بعد ساعة زينب ستنحني وتقبل نحر أوداج الحسين رقبة الحسين هذا آخر وداع. أخي أتعلمين ما سر هذا بعد أن أخبرته هذا سر أمي فاطمة
يقل يا زينب تقبيل صدري ترى موضع دعال الشباب اين المنادي وحسينا ايه لا تفتر لا تفتر يا بالصيحة ها وصلنا للمسرح موضع لعال الشباب وتقبيل نحري ترى ينقطع من النحا وهذه الخيول تعدي وتطحن قلوب الصدور ما بين خيل وزمير تطحن الجايل فضمها مولاي ضم الوداع شباب شباب فقال هذا آخر الاجتماع سواد فشقت الجيب وما للقناع خرج الحسين تكسرت أعمدة الخيام هسا هسا خروج الحسين متكسرة أعمدة الخيام سقطت على رؤوس الأنفار وإذا الرضعان والبنيات والنساء وكل من في الوجود يصيح وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا ايه وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا ودعوني اغلى بيتي الوداع اليوم عاشر يذبحوني يا الوداع ودعوني اغلى بيتي خرج الحسين زرر عليهم الخيمة وصل ينصح ويرشد ولا يفيد النصح والإرشاد قال اللعين هذا ابن قتال العرب افترقوا عليه أربعة فرار افترق الجيش على أبي عبد الله ودار العسكر على حسين يا حي ناس بالرماح وناس بالسيف يشرب دورها على الليل المخيف سواد العين بصبيغة تحور تموج الخيل من يجبل عليها لكن الخيل ابو الحسن بيها يدب هذا ورا وهذا لديها بمساميها ورمح يلحق الفر اعياه نزف الدم وقف امامكم يستريح وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة اري الصيحة صيحة وحسينة ايوا امامه ثم وقف ينظر ويسترجع فما ابو الحدوث بحجار فوقع في جبينه تسالت الدماء كالميزان ايوا امامه لو كنتوا في كربلاء شو تسوون واحد يقلكم المسرح ساعة المسرح العين راح تصرخ وتصيح وحسينة فاندحتت الدماء كالميزان رفع عمامة امتلأت دما عبيته ثم رفع طرف الثوب فبال بياض قلبي اين المنادي وحسينا فرماه حرملا بسهم وثلاث شعب مسموم سهم اصاب خاصرته السهم الخائل اخر في جسده السهم الثالث وقع في قلب رسول الله ايوا حسينا فخرج من خرز ظهره انبعثت الدماء وضع يديه تحت الدم النازف صار يصفق وجهه ويصفق لحيته هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأنا خطيب بدمي حاول انتزاع السد انحنى على كربوس الجواد مد يده الى خلفه استهل السهم المشوم ما استله الا بفضل من قلبه صار يتأرجح على الفرس جث الفرس على ركبته ما لدي
سرجه وقع الإمام على الأرض. خلاص قراءتي انتهت. صاحب الزمان يقرأ لكم: فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الضباب ببواترها قد رشحال الموت جبينك واختلفت بالانقماض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وأهلك فأسرع فرسك محمحما باكيا ينادي الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة. فلما رأينا النساء جواد يلا اطلع يا زينب اترك الشام يلا يا مولاتي اي ساعة القتل ساعة المصيبة الكربلة يا عيوني. فلما رأينا النساء جوادك مخزية ونظرنا سرجك عليك ملوية خرجنا من الخدور ناشرات للشعور على الخدود لا ضماء انتم خواتي حدودكم مثل زينب وبالعويل نادبات والى مصرعك مبادرا فرأينا شمرا جاثا على صدره اين المنادي وحسينا مولعا سيفه في نحره قابضا على شيبته قد خفتت انفاسه وانقطعت حواسه اين المنادي وحسينا وصلت للشمر زينب تقل لعب غايل يتام حسين خليه العالة تتفين ظل يا خايب خل اخوي حسين الساعة الساعة وخلى يمد للموت باع ما هو حسين للحلوة تضاع يا يدخل البراح روح حسين تضغى شنو سوي تشمد حسين وتقلب بجرحة ولن الشمر يدفعها برمحة يقل غذومي لا عدم حجفة الذبحة جرد صوته صار يؤلم مولاتنا زينب أخذنا على السيف وكزها على راسها خرت مرشيا عليها قام على إمامكم أكبه على وجهه يا بالصيحة يا بالصرخة قيام 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 رجال نساء صيحوا حسينا الصيحة ما وصلت يا أهل العزاء صيحوا إماما ما مظلوما ما حسينا اليوم صرخة إمامكم صاحب الزمان صرخة أئمتكم قادتكم المؤمنون المراجع كلهم يصرخون ما حسينا أكبه على وجهه صار يضربه بسيفه 12 مرة رؤي رسول الله في الهوى ينادي كنت تبكي استريح اي ساعة المصيبة يسموها تجنيز زي ما تجيب يقولها مايل ومغشي عليها تفكر بتجلس ما تشوف اخوها او تعاد زينب ويلي اخويا من عمرك بقت ساعة ظلت خوي حاجيني غريب الدار محتارة بالطفلة تخليني أني بعدك يا بعد أغلي لأهلي من يوديني
هذا البيت خلى الحسين يتحرك اخواني. تشتكي زينب تقول اخويا ما تدري ما تدري الشمر طقني على عيني. تقبل زينب تنضرب قدام الحسين يا اخويا الشمر طقني على عيني سلم راحتي وزيد ونيني. نامت عليه شو تقول له؟ تقول له اخويا بلوعي توجعني من حاجي. اخويا امتوني امتوني توجعني من حاجيك وبلاغي ترجف من اصدلك. بطل يا اخويا ونتك ورفس رجليك اني ببكي واسولف لك وبكي. سوت زينب يقول قعدت يمه تشوفه وتقرب جروحي بصدره ولما تشوف المثلت خارج من خرز مره صاحت صوت لحقيني تعالي مساع يا زهرة يا ام حسين يا زهرة تعالي شوفي كربلاء سوت بحالي يا يما لاني غريب وراس خيي يشيلونه قبال عند بيتين. اختم المجلس واسمحوا لي ضايقتكم في هذه الايام الماضيه تحملوني دقيقتين اختم المجلس. زينب والحسين تنعى على صدر اخيها شنو تقول له؟ قلبك ويا خويا يا خويا لا تخليني بشوفتك تدري اتعودت عيني بشوفتك تدري اتعودت ترضى يا خويا يا ابو علي يستمر يتمي فاقد عودي اني فاقد امي. ترضى الضايا ولا احد يلي وتترك الحارة والدمع يدمي. ارجع لبيتك تكفى داريني يا اخي شافتك تدري اتعودت عيني شافتك تدري بعد بيروح يسمع زينب يقدر يجاوبها يجاوبها شنو يعتذر لنا؟ انت امي وانت ابويا انت جدي وعائلتي حلليني يا خليصة عمري وعمري ذمتي. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها. ساعة دعاء استغل هاي الساعة ساعة مصرع الحسين وأنت تبكي على الحسين وهاي الدموع هي الشفيعة لك بالزهراء وأبيها وبغلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. صل على محمد وآل عج فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم اكشف الكرب عن شيعته أين كانوا بفرجك الكريم. شاف يا رب كل مريض لا سيما المرضى المنظورين من عليهم بالصحة والشفاء والعافية. اللهم فك كل أسير من أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات ارزق كل محروم من الذرية والأولاد. اللهم أجرنا في مصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين. اللهم لقنا السرور يوم نلقاك ونلقاه واجعله شفيعا لنا واجعل هذه الدموع والحسرات
كفارة لذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومن سلف من موت المؤمنين والمؤمنات. ختم الله لنا ولكم بالخيرات وأجزل الله لنا ولكم المثوبات فإنه ولي الباقيات الصالحات. شكرا لكم إخواني، شكرا لمن هيئوا هذا المأتم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. واعذرونا قصرنا، أخذنا من وقتكم كثير، ضايقناكم، لعلنا تكلمنا بكلمة لم ترضي أحد. قلوبنا بيضاء، لا نحمل حسد ولا كلام غير طيب لآخرين أبدا، إن حدث ذلك فأنتم أهل عفو وسماحة. أسأل الله أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه الليالي والأيام في خير وعافية، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بدموعنا على سيد الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.